صحيح. في طيب يا دماغك كابتن، الله يعينك. انا عايز استغل وجودك معايا بقى واقول لك يعني توقعاتك ايه للاهلي ان شاء الله يوم السبت، هيرجعوا بالكاس ولا قلقان؟ لا انا مش انا طول عمري يعني لازم نحترم الخصم، وانا اعتقد ان كابتن حسام البدري ونجومنا ولاعيبتنا يعلموا ده تماما، وده التجربه رقم اربعه دكتور اللي احنا بنمر بيها خارج مصر، وان شاء الله زي ما عودونا رجالتنا وابطالنا ونجومنا ان هم هيجيبوا. الحاجه اللي اسعدتني انا شخصيا وطمنتني جدا جدا هو تشجيع الجمهور النادي الاهلي العظيم بعد الماتش لاعيبتنا. صحيح احنا اتعودنا صحيح. قبل كده الشتيمه وقله الادب يبقى لكن والتباريخ لا، هم والسفاهات، بكره ان شاء الله او بعد بكره قبل الفرقه ما تسافر استاد النادي الاهلي التتش مفتوح لجماهير النادي الاهلي ما هو ده مهم، بالسرعه الايجابيه. عشان اللعيبه يشحنوا برضو، ده مهم، بالظبط ده الجرعه مهم. الايجابيه اللي هتجيب لنا البطوله ان شاء الله. وهنا بنقول جمهور النادي الاهلي هو الجمهور رقم واحد في المباراه اللي جايه باذن الله، وتدعيم الشعب المصري كله ان ان شاء شاء الله. الله. احنا في شهر الانتصارات وشهر دعواتنا وتأييدنا ودعمنا للنادي الاهلي. بشكر حضرتك جدا كابتن مصطفى يونس على هذه المداخله.